اتفضل يا روح قلبي. كويس ان انت وافقتي نجيب العيال من عند جدتهم بكره. احنا عايزين نقضي الليله دي لوحدينا. بس العيال وحشوني قوي. هم هيروحوا في العيال هم موجودين هجيبهم لك بكره. احنا عايزين نعيد ايام شهر العسل تاني. هخليك تقضي الليله. ما حصلتش. اهلا يا ولاد. اهلا اهلا يا ولاد. اهلا اهلا وسهلا. الحقني يا شريف الحقني. الحي بيهد الشقق المخالفه، العمارات هزت خفت، جبت العيال وجيت. هو انا يا شريف في حد اقتحم المكتب وكسرهولي، ولما روحت اكتشفت ان في حد كان بيحاول يكسر باب الشقه، فخفت على العيال بصراحه وجبتهم وجيت. الو يا ساره، عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايز تطلقي؟ حاضر 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 حاضر. شريف شوف لي حل في العماره دي. وانا شوف لي حل مع محمود لانه بقى ينط لي كل شويه. شريف 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 كوبايه ميه كوبايه ميه. شريف انت كويس يا شريف؟ شريف رد عليا انت كويس؟ شريف هات يا ابني. ايوه خد يا حبيبي اشرب. انا مش قلت لكم بلاش تكربسوا عليه؟ حاسس بيه يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله انا كويس انا كويس الحمد لله الحمد لله. كنت بتقولوا ايه بقى؟ كنت بقول لك محمود. انت تسكتي انا اللي هتكلم. حبيبي احنا هنضطر نقعد عندك يومين لغايه حكايه العماره دي ما تنتهي. اه ولحد ما اعرف بس مين اللي حاول يقتحم عليا المكتب واطمن على العيال. معلش يا حبيبتي هنقعد عندكم يومين. لا يا ماما براحتك، البيت بيتكم براحتكم يعني اقعدوا. اهلا وسهلا بيكم. انا داخله اوضتي عشان انا تعبانه وعايزه اريح. اه انت تعبانه انت تعبانه. الحمد لله الحمد لله. الظهر مراتك اتقمصت وزعلت عشان هنقعد عندكم. قومي يا بنت ندور على اي حته تانيه. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده بيتك يا ماما، ده بيتك ده بيتك حنان، ازاي تقولوا الكلام ده؟ هي بس راجعه مجهده شويه وانا كمان مجهد قوي. شفت حصل لي ايه؟ معلش حصل خير. عن اذنك اخش اشوفها. طيب لو في حاجه كده ولا كده قول لي ناجر بره. لا عيب يا حنان عيب. ايه اللي بتقوليه ده؟ يلا يا بنت تعالي اقعدي. يلا العبوا يا عيال. الكوره فين؟ واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.